برزت خلال زيارة قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مملكة البحرين بدعوة ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم. برزت جملة من الخطوط العريضة في الجانب السياسي تتعلق بقضايا الوقت الراهن الإقليمية منها والدولية. نعم، الخطابات اشتملت على دعوات تدعو للسلام العالمي وتغليب لغة الحوار في الأزمات. في لقاءات سادها جو السلام والإشارات الدينية التي حثت على عدم البعد عن الدين والتمسك بأدوات الاعتدال والوسطية والإخاء الإنساني، برزت فيها العديد من الخطوط العريضة في الجانب السياسي أيضا المتعلقة بمختلف قضايا الوقت الراهن الإقليمية والدولية في خطابات جلالة الملك المعظم، وبين ثنايا كلمات ضيفيه الكريمين لقداسة بابا الفاتيكان ولفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين خلال زيارتهما للبحرين التي وصفت بالتاريخية. ففي جمل من الرسائل السياسية إيماءات مباشرة كانت قد امتدحت لغة السلم وذمت الوجه الكريه للإرهاب والتطرف والحروب التي لا تبقي ولا تذر، بل لا يعفيك غض النظر من رؤية حجم الدمار الذي قد يلحق بالأرض والإنسان، فالسواد الذي تلونه الحرب يستحيل معه دمج ألوان الطيف الزاهية لتصبح هي السمة الطاغية في شكل الحياة وتفاصيل العيش فيها. دعوات انبثقت من تاريخ البحرين الطويل في دفاعها عن حق البشرية في العيش واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وطيب العلاقة مع القريب والبعيد وتجنب ويلات الآلة العسكرية التي تهلك الحرث والنسل. إن مملكة البحرين تفعيلا لدورها في الإسهام الفاعل نحو هذه الأهداف النبيلة لخير البشرية والأخاء الإنساني تؤكد دوما على أهمية الشراكة الدولية التي تعتمد الحوار الدبلوماسي والسبل السلمية كمدخل لإنهاء الحروب والنزاعات، وتنتهج سبل التآخي والتفاهم واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي هذا السياق ندعو الدول الكبرى إلى العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما وندعو على وجه الخصوص إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة بين الطرفين. ولن تتأخر مملكة البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال. واليوم نشهد كل المزيد من الأفعال والتهديدات بالقتل على حياتنا. نفكر بالحرب والتي تدمر في كل مكان. الحرب يظهر أسوأ جوانب للإنسان. نعم، الأنانية والعنف والأكاذيب. نعم، لأن الحرب، كل الحرب تمثل أيضا موت الحقيقة. لنرفض منطق السلاح ولنقلب المسار ونحول الإنفاق العسكري الضخم إلى استثمارات لمحاربة الجوع ونقص الرعاية الصحية والتعليم. في قلبي يوجد الكثير من الألم لحالات الصراع العديدة. وبهذه المناسبة ومن هذا الملتقى الذي يحتضن حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، فإنني أضم صوتي إلى صوت محب الخير ممن يدعون إلى السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية وحقن دماء الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المأساة الدامية، ورفع راية السلام بدلاً من راية الانتصار والجلوس إلى دائرة الحوار والمفاوضات. وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى الدعوة إلى وقف الاقتتال الدائر في شتى بقاع الأرض ولإعادة بناء جسور الحوار والتفاهم والثقة من أجل استعادة السلام في عالم مثخن بالجراح، وحتى لا يكون البديل
مزيداً من معاناة الشعوب الفقيرة، بل مزيداً من العواقب الوخيمة على الشرق والغرب معاً. إن إحلال الحوار والتقارب في وجهات النظر السياسية يجب أن تستند إلى نسيج متماسك من الاحترام المتبادل، بما يعكس إيجاباً على علاقات الشعوب المبنية على التعارف والتعاون والتعايش السلمي، لتكون جميع الأطراف هي المستفيدة.